ينضم إلينا من واشنطن مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور خليل جهشان. دكتور خليل، مرحبا بك معنا. هل تلحظ أي تغير أو انزياح ربما في الموقف الأمريكي الذي لطالما كان متماهيا مع الموقف الإسرائيلي؟ أعتقد بالنسبة للخطوط العريضة للموقف الأمريكي ما زال هناك في الواقع اتفاق حول هذه الخطوط، خصوصا بالنسبة إلى معارضة الإدارة الأمريكية المستمرة لأي وقف لإطلاق النار لإعطاء إسرائيل الفرصة الكافية لتحقيق مأربها أو هدفها الأساسي. فليس هناك من تغيير بهذا الخصوص، يعني التمسك بحق إسرائيل كما تدعي الإدارة بالدفاع عن نفسها وعن سكانها عبر تدمير القطاع. وطبعا إعطاء إسرائيل هذه الفرصة، يعني إسرائيل ليست بحاجة إلى ضوء أخضر من أحد، فهي مستمرة كما سمعنا في ما سبق من تقارير، ليس فقط في قطاع غزة إنما في الواقع توسيع رقعة الاقتتال. يعني هناك الآن 3 جبهات، من الواضح هناك القطاع، هناك الضفة الغربية بمختلف مدنه وقرى، وهناك أيضا جبهة ثالثة لا ينتبه إليها الكثير من وسائل الإعلام، وهي جبهة الداخل 48. يعني ليس هناك من عنف أو صدام عسكري على هذه الجبهة، ولكن هناك معركة حول حقوق المواطنة وحقوق الإنسان، يعني حرمان الفلسطينيين في الداخل من الحق في حتى الحديث عن هذه الأزمة، ومقاصصة وتجريم كل حتى تغريدات على الإنترنت يعني يقوم بها شباب وطلاب، طرد الكثير من وظائفهم وهلم جرا. فيبدو لي أن إسرائيل مستمرة في قمعها، والولايات المتحدة ما زالت تعطيها الضوء الأخضر الكافي لتحقيق هذه المآرب. ألا تستشعر دكتور أن هناك نوع من الضغط على الإدارة الأمريكية، أو ربما يعني نوع من عدم قبول هذا الانحياز الواضح يعني الإدارة الأمريكية، وخصوصا بعد زيارة بلينكن للمنطقة وسماعه ربما من كل الأطراف وهم حلفاء عمليا الولايات المتحدة نفس تقريبا الخطاب ونفس النبرة؟ يعني هناك نبرة جديدة بدون أي شك، هناك احتجاجات، هناك انتقادات داخلية طبعا لا نعرف أغلبها في لقاءات مغلقة، تدعي الإدارة بأن هناك ضغوط متزايدة وضغوط كبيرة على الطرف الإسرائيلي، هناك تلميح من قبل بعض المسؤولين، ولكن يعني دائما يختبئون وراء أن إسرائيل لن تفصح، لن تعطي أي تفاصيل حول أي خلافات مع حليف رئيسي مثل إسرائيل، ولكن هناك تعترف أن هناك خلافات وهناك ضغوط. يعني الإدارة الأمريكية لا تريد لهذه المعركة أن تستمر إلى ما لا نهاية، تريد أن يكون هناك نوع من الجدول الزمني، وطبعا ليس فقط للحملة ككل، ولكن جدول زمني لكل هذه الخطوات. وأيضا تريد أو تطالب إسرائيل بوضوح رؤية، يعني بمعنى أنها ترغب في أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتبني استراتيجية أوضح مما شاهدنا حتى الآن، ليس فقط بالنسبة للخطوات الحالية إنما أيضا بالنسبة للخطوات المستقبلية، ما يسمى the day after، يعني اليوم بعد وقف الاقتتال أو بعد وقف إطلاق النار، إذا ما تم ذلك بالفعل في المستقبل ماذا تريد إسرائيل من هذه الحرب؟ هل تريد أن تحتل أو تحافظ على المدى البعيد على احتلالها لغزة كما يدعي بعض القادة الإسرائيليون؟ ولكن الولايات المتحدة ما زالت تحذر من أي احتلال طويل الأمد لغزة، لأنها متخوفة من نتائج ذلك سياسيا وأيضا إنسانيا. يعني لفتني دكتور الصحفي أندرياس كلاث في بلومبرغ يقول أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتجاهل الولايات المتحدة فحسب، بل يجعلها تبدو منافقة في نظر الكثيرين في العالم. هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ وكيف يعني كيف تقرأ هذا النفس ربما المدافع عن واشنطن وعن مصداقية واشنطن أمام العالم لديك في الولايات المتحدة؟
نتنياهو لا يدافع عن الولايات المتحدة، وطبعا هو معروف جدا لهذه الإدارة، ليس هناك من علاقة غرامية بينه وبين بايدن، يعني هناك عداوة تعود إلى سنوات طويلة، هذه الإدارة لا تثق به أبدا، ولكن في نفس الوقت ترى بأنها ملتزمة، وخصوصا الرئيس بايدن شخصيا بأنه ملتزم بأمن واستقرار إسرائيل. ف العلاقة ليست مع نتنياهو. نتنياهو طبعا يستغل هذا الموقف، ولديه خبرة طويلة أكثر من 20 إلى 30 عام من الخداع الذي مارسه هنا في الولايات المتحدة. لقد خدع رؤساء أقوى بكثير سياسيا من السيد بايدن في الماضي، وما زال يناور ويراوغ ويستعمل نفس الأساليب ونفس الخداع الذي استعمله في الماضي. والجميع هنا إن كان الصحافة الإسرائيلية أو الصحافة الأمريكية يتحدثون عن ذلك بصراحة، فهذا ليس سر يعني مخفي على الجميع، ولكن في نفس الوقت الإدارة تريد أن تتخلص من نتنياهو بطريقتها، لا تريد أن تصطدم معه في صدام علني، لأن هذا من وجهة نظر بايدن ما زال يصر على أن مثل هذا الصدام قد يضر بالعلاقة الثنائية بين البلدين. وبالنسبة للالتزام الأمريكي غير المتزعزع بأمن واستقرار إسرائيل، فلذلك يفضل أن يستمر نتنياهو في الحكم وأن يرتكب المزيد من الأخطاء وربما المزيد من الخلافات مع الإدارة الحالية. وكي يرى الرأي العام الأمريكي ذلك عندما نصل إلى نقطة التخلص من نتنياهو.